موضوع زهر التنين هذا بدنا نلاقي له حل. يعني هذا عم يشكل وباء مو بس بسوريا، بالعالم كله عم يشكل الوباء هذا، عم تستهلك مي جوفيه كثير، مي الانهر كلها عم تنشفها، عم تستهلك كل يوم الشت للوحده من لترين لتلتوره مي كل يوم. يعني ما خلينا طريقه ما تعملنا فيها، ما نجحت خالص. السنة يعني الحمد لله ابتكرنا طريقة انه هي حلوة وتطورنا الآلة، انه عبارة عن محرك موتور هوندا، الآلة بنفرمها فرم قلب، يعني كلها سهل الغاب، يعتمد اغلبه على الزراعة وصيد الاسماك. وهي الشتلة عم تنمى يعني عم تمنعنا من الزراعة ومن صيد الاسماك. يعني انا فكيت المحرك الموتور اللي عم بركبه، انا فكيت المحرك لحتى ركبته على الآلة. هي الآلة عبارة عن محرك موتور هوندا وجنازير وحركات وشفرات من قدام. ابتكرنا هالآلة يعني أخف شيء علينا نحن كمواطنين، يعني هون بسهل الغاب يعني تشيل استطاعتها دولومين أرض. هاي تكلفة هالآلة، يعني تكلفة تتحدد شيء 800 دولار مع القارب مع المحرك، والحمد لله رب العالمين. يعني هاي الطريقة يعني هاي أبسط شيء لقيناها علينا نحن كمواطنين، وابتكرناها يعني بعد دراسة شهرين، والحمد لله يعني أعطت نتيجة. جاهزين.